والله في دكتور، أهلا وسهلا فيكم. في أي سؤال، أي استفسار عن الماتيريال، أي أسئلة لها علاقة بالأمور الإدارية للكورس نخليها في آخر المحاضرة. أي سؤال على الـ sum of min terms، product of max terms اللي غطيناهم في آخر 3 محاضرات الأسبوع الماضي؟ ما في أسئلة. طيب خلينا نذكركم، لأنه يعني كان يوم الخميس آخر شيء حكيناه في الموضوع، خلينا نذكركم بإكزامبل من خلال إكزامبل بسيط. يعني إحنا حكينا السم أوف مين تيرمز هو عبارة عن طريقة بادر من خلالها أطلع لوجيك إكسبريشن لفانكشن لو بعرف التروث تيبل، وهي طريقة يعني ستاندرد، يعني أي واحد تحكي له سم أوف مين تيرمز لفانكشن معين راح يكتب لك اياه بنفس الطريقه. فشفنا مثلا حكينا لو كان عندي function f of a b c مثلا يساوي a b b bar c، وهذا الفانكشن بدي اكتبه على شكل sum of min terms. فكيف ممكن اكتبه؟ حكينا في اكثر من طريقه. انا بعرف السم اوف مين تيرمز بطلعه من التروث تيبل، لكن ما في داعي، ممكن استخدم الالجبرا مرات اذا كان الاكسبريشن مانجبل، لانه تروث تيبل معناها بدي اعوض كل الاحتمالات تبعت الاي والبي والسي وامشي بالطريقه نفسها. فممكن انا استخدم الالجبرا، حكينا هذا الاكسبريشن هو مش سم اوف مين تيرمز، هو سم اوف برودكت، لانه هو عباره عن اور بين تو اند terms. وحكينا السم اوف برودكت هو الحاله العامه للسم اوف مين تيرمز، او السم اوف مين تيرمز هو حاله خاصه من السم اوف برودكت، يعني اسينشالي هو سم اوف برودكت، لكنه البرودكت تيرمز في هذا السم اوف مين تيرمز تحتوي، يجب ان تحتوي على كل الفاريبلز التي يعتمد عليها الفانكشن. فكانت الفكره هاو كان اي تشينج او كونفيرت ذس يوزينج الجبرا تو سم اوف مين تيرمز. فحكينا بكل بساطه هذا التيرم هو A and B حتى يصير sum of min terms ناقصه C. فبقدر أسوي التريك البسيطة هذه، أحكي هو A B and C or C bar. نفس الكلام ينطبق على التيرم اللي هون اللي هو product term، لكن ينقصه حرف أو variable A، فرح أحط A or A bar وأسوي لهم and مع B bar C، وأنا essentially هيك بكون ما غيرت شيء بالاكسبريشن، يعني انا فعليا زي كاني سويت اند وذ 1. بعدين حكينا بنطبق الديستريبيوتيف لو، ف اي بي سي اور اي بي سي بار اور اي بي بار سي اور اي بار بي بار سي، مزبوط. فحكينا الان لو اطلع على هذا الاكسبريشن اللي طلع معي هون، هو فعليا عن سم اوف مين تيرمز، لانه هو عباره عن سم اوف برودكت تيرمز، وكل واحد من هدول البرودكت تيرمز ببساطه هو عباره عن مين تيرم لانه يحتوي على جميع الفاريبلز. بعدين حكينا why not to do a simple exercise، اني انا احوله للشورت هاند نوتيشن. فحكينا العمليه بسيطه، يساوي sum of min terms. مين هم المين تيرمز؟ مين بيقدر يساعدنا؟ 7 0. شوف كيف في ناس صار على السريع يطلع على الاكسبريشن يعرف انه الرقم، فهذا هو 7 وهذا ايش اللي جنبه؟ 6. هذا 6 وهذا 5. Yeah, 5 وهذا ايش؟ 1. بدون ما اكتب انه هذه 111 وهذه 110 وهذه 101 وهذه 001. المفروض مع الخبره الواحد بصير بالنظر بيقدر يعرفهم، فهم من ترم 1 ومن ترم 5 ومن ترم 6 ومن ترم 7، مزبوط. فهي لمحه سريعه ويعني ريفيو سريعه على فكره السم اوف مين تيرمز، لكن زي ما حكينا احنا الفكره بلشت من موضوع انه بدي اطلع من تروث تيبل لاكسبريشن. اوكي، طيب برضه حكينا عن البرودكت اوف ماكس تيرمز اذا بتتذكروا، حكينا البرودكت اوف ماكس تيرمز هو كل شيء زي السم اوف مين تيرمز لكن كل شيء معكوس، الاور بتصير اند والاند بتصير اور، والزيرو بصير 1 وال1 بصير 0، فزي كانه الكومبلمنت، زي كانه الكومبلمنت ل الاكسبريشن. فلو جيت كتبتهم تذكروا حكينا what is the product of max terms لهذا الفانكشن، كل شيء مش من السم 2 و3 و4 2 و3 و4 و0 و0، مظبوط، و0 في عندي الزيرو.
تمام، لأنه هم أصلاً في function of three variables لازم يكون عندي 8 possible minterms. فإذا 8 أربعة منهم هم فعلياً المينترمز، فاللي ضلوا هم الماكس terms اللي هم الأصفار. فهدول هم الزيروز وهدول هم الونز. minterms يعني الونز والزيروز يعني الماكس terms. تمام، فهاي كانت بس هيك أذكركم تذكير سريع بالsum of minterms والproduct of max terms. فخلينا نرجع على السلايدز ونخلص شغلتين صغار، فكرتين بسيطات. لو أخذنا function of three variables وحكينا what is the logic expression for minterm number three، حكينا minterm number three معناها 0 1 1، فبالتالي راح يكون a bar b c. لو سألنا نفس السؤال إنه لو واحد أعطاني function of three variables a b c وحكى لي كيف شكل logic expression لmax term three، كيف راح يكون؟ عكس ال M3 يعني إذا بذكروا max term 3 إحنا عندنا 0 or 1 or 1 بدنا، فهو راح يكون A or A bar or C bar. فالmax term 3 راح يكون A B bar C bar. فالآن لو جيت اطلعت على العلاقة بين المين term وبين المax term، شو العلاقة بيناتهم؟ لو بدي أستنتج علاقة يعني الكومبلمنت تبعه بتحط بدل زي الدواليتي يعني هو مش دواليتي بس، لانه بالدواليتي احنا بنغير الاوبريتور بس يعني دي مورغان صفه، هي دي مورغان يعني هو الكومبلمنت. يعني لو اطلع منيح العلاقه بين هدول الاثنين هي ببساطه انه المين تيرم رقم جي هو الكومبلمنت تبع الماكس تيرم جي، والعكس صحيح، الكومبلمنت اوف مين تيرم جي هو عبارة عن اللوجيك إكسبريشن تبع ماكس تيرم جي. فأنا بقدر أعممها على أي function of any number of variables. فهذه العلاقة أزلية بين المين تيرمز والماكس تيرمز إنه المين تيرم إكسبريشن جي هو الكمبلمنت تبع الماكس تيرم إكسبريشن تبع جي اللي رقمه. فهي النقطة يعني خليها في البال، بتساعدني مرات. يعني أنا ممكن أصير أخلي حالي familiar دائماً مع المين تيرمز وبسهولة أقدر أنتقل لللوجيك إكسبريشنز تبعت الماكس تيرمز، والعكس صحيح، في ناس ممكن يحب يتعامل دائماً مع الماكس تيرمز بهذه الطريقة. فهذه ملاحظة حبيت أبلش فيها اللي هي الريليشنشيب بتوين المين تيرمز والماكس تيرمز كلوجيك إكسبريشنز اكسرسايز صغير نحاول نثبت فيه مفهوم المين تيرمز والماكس تيرمز. بحكي لي write the logic expression for min term 22 and max term 22 برضو for a function of six variables. function يعتمد على a b c d e f. فبدي انا min term 22 كيف شكله؟ اي انطون هلا اول شيء نحولها لباينري ال22 يمكن نسهل لحالنا. ايوه نسويها هي 16 16 4 2 و6 مزبوط هي 16 و6. فاذا شو راح يكون؟ راح يكون عندي a b bar c d مزبوط c d يعني يكون consistent، وبدي 6 variables. لاحظ انا هون كتبت 5 فهو function of 6 variables، فلازم نحط زيرو بالاخر. يس، فاذا هون لازم يكون عندي زيرو مزبوط. ف A هي خليني امحيها معلش. فعندي من ترم 22، فكيف بدي اعرف شكله كلوجيك اكسبريشن؟ حكينا لازم احول ل 22 لديسيمال، فهي 16 و6 وهون في زيرو، فعندي A B C D E F. محل الزيرو بار، محل السي بار، وهون بار، فهو راح يكون A بار B C بار D E F بار. فهيك شكله. حتى لو أعطاني 20 variable ما عندي مشكلة، لأني أنا بعرف إنه المين تيرم هو أنت تيرم لازم تصير قيمته واحد إذا بدخل عليه رقم الرقم تبع المين تيرم. طيب الماكس تيرم، لو بدنا نحط الماكس تيرم 22 شو راح يكون؟ عبارة على عكس الكومبلمنت مزبوط، راح يكون الكومبلمنت فور ذس اكسبريشن
بيناتهم راح يكون A bar, B, C bar, D, E, F bar, كلهم bar. مزبوط؟ لأنه هو الكمبليمنت تبع هداك. راح يصير عندي A or B bar or C or D bar or E bar or F. So this is the logic expression for max term number 22. تمام؟ واضح الفكرة؟ فأنا بالمعرفة هذه بالكونسبت هذا بقدر أكتب باللوجيك إكسبريشن لأي من ترم وأي ماكس ترم لأي عدد من الفاريبلز. تمام؟ النقطة اللي بدي أكد عليها بالمنهي هذا الموضوع اللي هو موضوع الترتيب الأبجدي وعلاقته بالويتس تبعت الباينري. هون حكينا لازم نلتزم بترتيب الأبجدي لما نعطي الفانكشن، ولأنه أول variable هون هو most significant وهذا هو least significant. فهي نقطة مهمة جدا. It is good practice for you أنك المين terms تكتبهم حتى بنفس الترتيب، والmax terms تكتبهم حتى نفس ترتيب الvariables، مع أنها يعني رياضيا ما بتفرق لأنه الand operator هو commutative والor operator commutative. يعني لو جبت الb bar أول إشي هون ما في مشكلة، بس الأفضل أني أعود حالي أكتبهم بطريقة أبجدية، لانه لما اطلع الرقم المين تيرم او رقم الماكس تيرم بفرق بتغير الرقم. تمام دكتور، بس بنفع لو ترجع تعيد الاكزامبل بسرعه انه في شغله ما فهمتها بس مش عارف هي وين الصراحه. يعني انا عم بطلب منك بدي اللوجيك اكسبريشن تبع مين تيرم 22 لفانكشن اوف 6 فاريبلز. فانا بعرف انه عندي الفانكشن يعتمد على A, B, C, D, E, F. مزبوط؟ فأي من ترم، بما أنه أنا طلبت من ترم، لازم هذا المن ترم يحتوي على كل الفاريبلز. فهنا حطيتهم. الآن ضل أحدد مين من هدول الفاريبلز كومبليمنت أو مش كومبليمنت. فكيف كنا نسويها يا مجد؟ كنا نجي نحكي الفاريبل اللي بيكون زيرو لازم يصير كومبليمنت، الفاريبل اللي بيكون زيرو كومبليمنت، والفاريبل اللي بيكون زيرو برضو لازم يكون كومبليمنت. فهيك كنا نقول تمام اتذكر اوكي على شكل المين تيرم. مزبوط. فانا تمام. بلشت من فكره انه انا بدي مين تيرم. مين تيرم يعني اند بين كل الفاريبلز. بعدين حكيت مين من هذول الفاريبلز كومبلمنتد، اللي بحدد هو القيمه الباينري تبعت رقم المين تيرم. اوكي خلاص تمام اكسلنت. يعطيك العافيه دكتور. خلينا نشوف يعني الاشياء البسيطه اللي ضايله من شابتر 2. احنا الان غطينا شيء سميناه الكانونيكال فورمز اللي هم لوجيك اكسبريشنز لها شكل معين بقدر استخدمها حتى اعبر عن الفانكشنز او اللوجيك فانكشنز، اللي هم ببساطه كانوا سم اوف مين تيرمز والبرودكت اوف ماكس تيرمز. لان هدول الاشكال مش هم الاشكال الوحيده اللي موجوده، في شيء بيسموه الستاندرد فورمز، والستاندرد فورمز ببساطه اوريدي حكينا عنهم. يعني احنا حكينا عن شيء اسمه sum of product إذا بتذكر، حكينا عن إشي اسمه POS product of sum، جبنا سيرتهم. فهدول هم بسموهم the standard forms اللي هي sum of product و product of sum، اللي هم إذا بتذكروا هذا هو الحال العام لل sum of min terms، وهذا هو الحال العام لل product of max terms. خلينا نشوفهم مع بعض. فلما نطلع على هدول الستاندرد فورمز ليش موجودين عندي، يعني يمكن نقطة أثارها واحد من زملائكم سابقا أنه sum of min terms لما كتبنا اللوجيك إكسبريشن تبعه لواحد من الإكزامبلز بحكي لي أنا بقدر أبسطه. حكيت له أوكي أنا مش هدفي أني أبسط الآن، أنا هدفي أوجد لوجيك إكسبريشن that corresponds to the truth table. تمام. لكن لو بتطلع على كل اللوجيك إكسبريشنز اللي كتبناهم سواء sum of min terms أو product of max terms، الكلام هذا ممكن يكون valid إنه بقدر أبسط هدول اللوجيك إكسبريشنز. طب إيش عم بستخدمهم؟ عم بستخدمهم زي ما حكينا حتى أنتقل من truth table ل logic expression. طيب can I simplify them؟ yes غالبا yes، وبالتالي بقدر أقلل cost. فالآن the product of max terms وال sum of min terms لو أطلع على اللوجيك diagrams تبعتهم بلاقي إنها expensive to implement لأنه فيها عدد أكبر من الجيتس. ليش؟ لأنه مثلاً the sum of min terms هو sum of and terms تحتوي على كل الvariables، فإذا كل and term عندي فيه كل الvariables
فلو كان عندي function of three variables بدي three input and gates أو تنتين and gate إذا ما عنديش three input. ف this is expensive. فلو بقدر إني أبسط رح أقلل من الكوست. ولما أبسط the sum of min terms بيصير ببساطة sum of product. لما أبسط the sum of min terms بيصير sum of product. And what is the sum of product? Sum of product ببساطة sum يعني or of and يعني sum of product يعني it is an or of and expression. لكن it does not, the and terms does not necessarily contain all the variables of the function. ومن هون تيجي الفكرة انه بما انه the and terms ما فيها كل ال variables فالcost رح تكون اقل. فمثلا هذا مثال على logic function. ولو بدي اجي اصنف شكل هذا ال expression باجي بحكي هو عبارة عن sum of product. لكن لو أطلع على the product terms they don't all contain the variables that the function depend on. مزبوط؟ فعشان هيك بصير اسمه هذا sum of product بدال من terms صارت product. Product هو الحالة العامة للمن terms. ولو أجي أرسمه بلاقي إنه هو عبارة برضو عن two level circuit عبارة عن and أو product followed by or. بيشبه sum of min terms بس بالsum of min terms هون كنا نشوف and between all variables لأنه هو هيك تعريف المن terms. فالفكرة بدنا نحكيها هون يعني ما في حدا بيجيب sum of min terms وبيسوي له implementation as is logic diagram لأنه this is expensive. فعادة بعد ما أطلع sum of min terms بسوي عملية simplification باستخدام الألجبرا أو باستخدام أي طريقة أخرى. فاللي بيهمنا هون المصطلحات sum of product اللي هو sum of product terms that don't necessarily contain all the variables of the function. بينما في sum of min terms لا can necessarily contain all the variable of the function. تمام؟ ورح نشوف هذا الكلام كثير لقدام ب chapter 3 و 4 and so on إنه بضطر مرات أحول مش بضطر لازم أحول من sum of min terms ل sum of product لأنه sum of product عادة is cheaper is simpler expression to implement as a logic circuit. نفس المبدأ اللي هو the product of sum. The product of sum هو الحالة العامة لل product of max terms. بما إنه product of sum فهو عبارة عن anding أو product between or terms أو ببساطة some terms. لكن شو ميزة some terms they don't necessarily contain all the variables of the function. مش بالضرورة يحتوي على كل الvariables تبعت the function. فهذا مثال على function f2 مكتوب على شكل sum of على شكل product of sum. فلاحظ هون في عندي and هون في and وهون في and فهو product of. This is a sum term. This is a sum term and this is a sum term لأنه هاي x بقدر أكتبها x or 0 أصلاً فهي sum term. تمام؟ فهذا بيشبه ال product of max terms لكن في ال product of max terms كنا نشترط إنه هدول ال sum terms لازم يحتوى على كل ال variables تبعت ال function. لازم يحتوي على كل ال variables تبعت ال function. الآن لو أسوي implementation لإلها على شكل logic diagram رح ألاقي إنه this is this this is this وال select هذا اللي هو ال x فهو برضو two level circuit عبارة عن or level followed by and level أو product level وقبله في sum level. فهدول المصطلحين بنصير familiar معهم. عادة when we implement logic functions we use the product of sum or sum of product. لكن ما في طريقة مباشرة تقدر تعطيني ال product of sum و sum of product من the truth table زي ما كان هو الحال بالنسبة لل product of max terms و sum of min terms. ما في. فدائماً بيكون نقطة انطلاقي sum of min terms, product of max terms. Then I will try to simplify the product of max terms into product of sum with sum of min terms into sum of a product. تمام؟ واضح الفكرة؟ موضوع بسيط كتير. بهمني terminology كتير. هنا examples أخرى على sum of product. فهذا sum of product. هاي في عندي or. في عندي or. وproduct product product والproducts لا يحتوي على كل الvariables. الفانكشن يعتمد واضح على الأقل على A و B و C
فهم لا فهو فالبرودكت تيرمز لا يحتوي على كل الفاريبلز، فبالتالي هذا الشكل هو عبارة عن sum of product. نفس الإشي مثال آخر product of sum، فعندي أنا sum term sum term sum term بيناتهم product، لكن sum terms لا يحتوي على كل variables الـ A والـ B والـ C، فبالتالي this is a product of sum which is the general case of the product of max terms. الـ implementation تبعهم أكيد زي ما حكينا two level circuit بهذا الشكل. تمام؟ الآن كيف ممكن أحول sum of min terms ل sum of product؟ يعني أنا معي function على شكل truth table، طلعت له sum of min terms، هل بقدر أسوي أطلع sum of product؟ كيف بقدر؟ simplification. بدي أسوي simplification، أستخدم theorems، أستخدم القوانين اللي تعلمناها في هذا الشابتر حتى أسوي عملية التحويل. فمثلاً هون في عنا example، هذا الفانكشن، هذا الفانكشن هو فانكشن of A و B و C، والآن هو معطى على شكل sum of min terms. ليش؟ لأنهم هم and terms، مظبوط، يحتوي على كل ال variables والoperation اللي بينهم هي or. ف this is a sum of min terms. لو بدي أحوله ل sum of product شو ممكن أسوي؟ بنطلع عامل مشترك C من الحد الأول والأخير، واللي بالنص بنطلع A B bar. يعني بدي أحاول ألاقي common factor، ألا أسوي distributive law and so on، مظبوط. ففي أكثر من طريقة ممكن أمشي فيها حسب شكل الإكسبريشن. فمثلا هون زي ما حكت زميلتكم، ممكن أخذ هدول الاثنين وأخذ A B bar عامل مشترك. خليني أشيل الكتابة بس عشان تقدر تتابع معي. أخذنا عامل مشترك A B bar، طلعنا يعني C C bar فراحت، وهدول الاثنين اللي على الأطراف، وإجا أخذ هون هاد مع هاد اللي هو طلع هون B bar C، فصار عنده B bar C، وأخذ هاد مع هاد A C طلع معه بهذا الشكل. هلأ كيف قدر، ليش أخذ هذا مرتين؟ ما في مشكلة بالبوليان الجبرة. ليش؟ لأنه هاد هو عبارة بقدر أكتبه هو A B bar C or A B bar C، مظبوط؟ فكررته مرتين حتى أقدر أطلع عامل مشترك. فإذا كسم أوف من terms هو راح يكون بهذا الشكل، هدول بروحوا سوري، فبيكون B bar C A B bar A C. هلا جرب فيها في البيت أنت بعد ما نخلص، حاول تسوي له simplification وتشوف هل بتلاقي ممكن تلاقي طريقة تانية توصل فيها لهذا الشكل. طبعا هذا الشكل I cannot go any further، يعني بقدرش أبسط إشي هون بحيث إنه يضل sum of product. هلا ممكن واحد يقول لي بطلع C عامل مشترك هون، بس ما راح أستفيد وراح يتغير شكل الفانكشن، راح يبطل sum of product، راح يصير خلطة، بطل sum of product. تمام؟ فيعني هذا المثال هدفك يشوف كيف حولنا من sum of min terms ل sum of product. وفيه فكرة بسيطة إنه اضطريت أكرر هذا الترم حتى أقدر أسوي simplification. تكرار الترم ما في مشكلة لأنه x or x هي x، x or x هي x، مش زي بالالجبرة العادية إنه x زائد x هي مش x، هي 2x. فإذا بضيف ترم أطرح. Yes. دكتور عندي سؤال، هلا لو ما رجعنا كررنا الترم ايش اللي راح يصير؟ يعني حيصير في اشي غلط؟ ما راح تقدر تبسطي اكثر. يعني تخيلي انت اخذتي احنا يعني خلينا نشوف كيف على فرض اخذنا الاولى مع الاخيره واللي بالنص مع بعض من دون ما نرجع نكرر، يعني خلينا نشيل هلا اخذنا الاولى مع الاخيره، مظبوط. مين بدك تطلعي انت؟ هون بدي اطلع سي. اذا طلعتي سي ما بتستفيدي لأنه بصير عندك A bar B bar or A، ما راح تستفيدي صح؟ يعني لو أخذتي هدول الاثنين مع بعض طلعتي C راح يصير عندي A bar B bar or A B. هل تقدر تبسطي هذا الشيء؟ لا ما بقدر أبسطه. تمام؟ فهو اللي سواه زي ما شفنا أخذ هدول الاثنين مع بعض طلع ال A B bar، أخذ هدول الاثنين مع بعض طلع بي بار سي برا،
طب لهون لهون بس لهون اذا عملنا هيك وجمعنا هذول اثنين مع بعض خلينا نشوف اف شو يساوي راح يصير A B bar or B bar C or ضل مين عندي A B C A B C مزبوط فلو اطلع هون ما راح اقدر الاقي اشي اني ابسط اكثر من هيك مزبوط ف عشان هيك مرات بضطر اني اكبر الترم عشان ابسطه تمام فهذا مثال على التحويل من sum of minterms ل sum of product بهذا الشكل هلا مثال برضو product of sum لو عندي function الcomplement تبع function معين انتبه هون انه this is a complement of some function معطى على شكل sum of minterms معطى على شكل sum of minterms وبدي اطلع ال product of sum for f وليس f bar فشو بقدر اسوي؟ بقدر اسوي نفس الشيء لو بسطت f bar على شكل بهذا الشكل هذا sum of minterms يعني ال expression هاد هو sum of minterms لمين؟ ل f bar فلو بسطته على شكل sum of product رح يطلع معي ال f bar بهذا الشكل اللي هو A bar C bar or A bar B or B C bar الآن خذ للcomplement sum of product بصير إيش product of sum لمين ل F تمام فبدي أنتبه إنه إيش المعطى عندي وإيش المطلوب يعني المعطى عندي هو F bar على شكل sum of minterms تمام بس المطلوب مني هو POS ل F فممكن أسويها بأكثر من طريقة. So, الطريقة اللي سواها هون هو طلع sum of product for f bar بعدين أخذ complement. فلما أخذ complement ل sum of product إيه بيصير product of sum بس مش لنفس الفانكشن للcomplement طبعا. مظبوط لأنه دائما أنا لما أسوي complement ل one side أنا بسوي complement للسايد الآخر. صح ولا لا؟ فإذا نقطة مهمة جدا إنه بالأسئلة اللي تحلها والأسئلة اللي بتشوفها إنك تنتبه شو المطلوب هل هو المطلوب sum of product ولا product of sum طب هل هو المطلوب هذا للfunction نفسه ولا للcomplement تبع الfunction فبدك تقرأ السؤال كويس وتنتبه إيش المطلوب وإيش المعطى معك تمام فهدول two terms مهمات sum of product product of sum رح نرجع نشوف بchapter 3 اللي هو رح نبلش إن شاء الله بكرة كيف أنا بطريقة يعني systematic بدون ما أستخدم هذا الحكي كله اللي هي البوليان الجبرة كيف بطريقة systematic بقدر أبسط الفانكشن إذا معطى معي على شكل minterms أو sum of minterms أو product of maxterms بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق الرسم بدل ما أقعد أكتب الجبرة وأقدر أوصل لsum of product و product of sum موضوع له علاقة باللي عم نحكيه اللي هو non-standard forms. Non-standard forms شو يعني؟ يعني لا هي canonical ولا هي standard forms. يعني لا هي sum of minterms ولا هي product of maxterms ولا هي sum of product ولا هي product of sum. ولا واحدة منهم. طيب شو يعني ولا واحدة منهم؟ يعني خلطة من the product of sum ولا sum of product. فمثلاً هذا الفانكشن f3 هو عبارة عن and term or بعدين and term بس الand term هذا خلطة فيه sum وفيه variable لحاله فلو بدي أصنف هذا logic expression هل هو sum of product ولا product of sum كله بعدش أحدد مظبوط فهذا non-standard form هذا non-standard form لأنه بعدش أحكي هو sum of product لأنه هاد مش single variables هو or أصلا مش and حتى تمام فالآن لو أجي أطلع على هذا النوع من الفورمز اللي هو non-standard forms واللي هو الإشي اللي مش معتمد عادة الناس اللي بتصنع systems كبيرة they don't use this إما بيروح على sum of product أو على the product of sum اللوجيك ديجرام تبعه هيو قدامي بسهولة بقدر أطلعه رح تلاقي إنه بيكون multi-level circuit multi-level أكتر من level يعني في عندي هدول بعدين هاد بعدين هاد مزبوط أنا في عندي AND بين هدول بعدين OR مع الAND اللي هون فهو Logic Implementation أو Realization of Non-Standard Forms هو Multi-Level Circuit
خلطة، ما هو خلطة يعني، فما راح تكون الـ implementation واضح. لكن باستخدام الألجبرا أنا بقدر أمسك أي logic expression وشوية manipulation وأحوله على شكل standard form. فمثلاً هون ببساطة لو فكيت القوس اللي هون وسويت توزيع على C راح تصير عندي A, B, C, D, C, E. فالآن هذا صار إيش؟ sum of product، صار عبارة عن sum of product، والrealization تبعه أو الimplementation تبعه عبارة عن two level circuit. هلأ يعني بدناش ندخل بالتفاصيل، بس الفكرة إنه which one is preferred، يعني أنو واحد من هدول الشكلين هم نفس الفانكشن، هم F3 و F3، أنو واحد الناس بتحبه أكتر؟ الثاني أكيد. الثاني أكيد لأنه شكلها أحلى مثلاً، أسهل، ويمكن الكوست تاعها تكون أقل، مش عارفة. الكوست تبعها تكون أقل. هلأ وين مشكلة sum of product لما أكتبها بهاي الطريقة؟ طبعاً هون الإكزامبل مش واضح، بس لو كان هون في مثلاً B راح يصير في عندي هون B، مظبوط؟ فكل ما كان حجم البرودكت تيرم كل ما كبر، حجم الانبوت أو عدد الانبوت تبع الجيتس الموجودة عم بتعامل معها راح يصير أكبر، وهذا من ناحية implementation ممكن يكون أصعب. فعشان هيك إذا كان عدد الفاليبز كتير في ناس ما بتحب تستخدم هذا الإشي. لكن إذا بدك تروح لهون في موضوع إحنا ما حكينا عنه، بس هو موضوع الديلي. يعني لو بدي أجي أحكي الفاليو اللي موجودة هون قديش بدها حتى تمشي وتوصل للأوتبوت، فعادة هدول الجيتس كل واحدة من هدول الجيتس في إلها ديلي معين أو بتأخر الفاليو، بتعطلها لفترة معينة. فكل ما زاد عدد الليفلز عندي كل ما صار الديلي أكتر، وبالتالي السيركت تبعتي بتصير أبطأ. هذا يعني إشي متعارف عليه. فهو تريد أوف بين إنه الديلي اللي بشوفه في المالتي ليفل وبين البوسيبيليتي إني ألاقي مالتي إمبوت جيتس، مش شرط أند جيتس، مو بالضرورة أند جيتس. فموضوع يعني تكنيكال له علاقة بالديلي، إنه هاي الجيتس فعلياً بتأخر الفاليوز، لأنه هاي الجيتس جواها إيش فيه؟ في ترانزستورز حكينا وريزستورز، وهدول من ناحية فيزيكس الترانزستور بقدر أمثله على شكل كاباسيتورز وريزستورز. وبما أنه كاباسيتورز وريزستورز للي أخذوا فيزيكس بيعرفوا أنه معناها RC circuit، مضبوط؟ RC circuit معناها بتأخر الفولتج، بتأخر الفولتج. فإذا القيمة اللي موجودة هون هي فولتج حتى تمر بكاباسيتورز وريزستورز وتوصل لهون معناها راح تتأخر شوي، تمام؟ فبالمالتي ليفل circuit عادة الديلي بتجمع لأنه أنا عندي أكثر من ليفل، بينما في التو ليفل الديلي ثابت نوعا ما، لأن ما في غير تو ليفلز، ديلي هون وديلي هون. فهي تريد أوف بين الديلي وبين هل فعليا بقدر يكون عندي 3 input and gate أو 4 input أو 10 input and gate بالمقابل أنه يكون عندي إشي زي هيك، تمام؟ فعم نغطي مواضيع بسيطة، احنا كونسبتس بسيطة بس مهمة جدا لازم انك تنتبه عليها. اخر موضوع، موضوع بسيط برضو اللي هو بحكي عن انواع جديدة من اللوجيك جيتس. يعني احنا سو فار حكينا عن الاند جيت، حكينا عن الاور جيت، وحكينا عن النات، مظبوط؟ لان هذه الجيتس ببساطة بتمثل او بتمثل البيسك اوبريشنز الموجودة في الباينري الجبرا او في الباينري لوجيك اللي هي الاند والاور والنات. لكن في ارض على ارض الواقع في اذر جيتس بقدر اعرفها بناء على الثري بيسك اوبريشنز هدول. فهذه الاند جيت اوريدي بنعرفها، بنعرف التروث تيبل تبعها، بنعرف اللوجيك اكسبريشن، وبنعرف اللوجيك diagram أو graphical representation. في gate إلها علاقة بالand gate اللي هي النand gate، أو ببساطة nand gate هي not and، which is very simple، اللي هي عبارة عن and gate وinverter، الدويرة الصغيرة هون زي كأنها inverter. فالnand هي complement للand operation، هي complement للand operation، فهي x and y bar، هي x and y bar. فإذا كانت الناند، فإذا كانت الناند هي الكومبلمنت، what is the effect on the truth table؟
شو التروث تيبل تبعت الناند؟ ببساطة هي الكومبلمنت تبعت التروث تيبل تبعت الاند. فهون 0 0 0 1 بتصير 1 1 1 0. تمام؟ ليش موجود عندي الناند؟ رح نشوف ب chapter 3 كيف انه انا ممكن استخدم الناند جيت اونلي to implement any logic function. يعني ما في داعي اتعامل مع اكثر نوع من الجيت، بتعامل مع نوع جيت واحد اللي هو الناند. والناند جيت فعليا كاوبريشن زي ما حكينا هي زي كانها اند فولود باي انفرتر، مزبوط. لكن على ارض الواقع الناند جيت لا تصنع بهاي الطريقه، تصنع كون بلوك، يعني ما بيكون في انفرتر. يعني من ناحيه الكترونكس هي تصنع كناند جيت، وعندها ميزه هاي الناند جيت، في لها ميزه انه it is called a universal gate. universal gate يعني it can be used to implement the AND gate, the OR gate and the NOT gate. تمام؟ فهي فعليا هاي كلوجيك كأوبريشن، لكن على أرض الواقع you can buy it as a single piece مصنعة بحيث to implement the NAND gate. ورح نرجع نحكي عنها بشابتر 3 لما نشوف فعليا كيف أنا أي بقدر أخذ أي لوجيك فانكشن في الدنيا وأعبر عنه باستخدام NAND gates only، بس فقط بستخدم NAND gates only to implement it. نفس المبدأ احنا شفنا الOR. الOR شفناها كoperation وtruth table كlogic expression كgraphical symbol. في إلها gate أخرى إلها علاقة فيها أو operation أخرى إلها علاقة بها اللي هي NOR gate. والNOR gate أو NOT OR. NOT OR هي عبارة عن X or Y complement. X or Y complement. فالإفكت على التروث تيبل هو complement للتروث تيبل، وكأوبريشن هي عبارة عن or followed by not كأوبريشن. لكن again this is also implemented usually as a single block. As a single block يعني ما بيجيبوا or وبحطوا بعدها not بحكي لك يلا خد هاي NOR gate، ما استفدنا. لا، من ناحية إلكترونيكس كترانزستورز لما يجمعوا الترانزستورز بيجمعوهم بطريقة بحيث يطلع NOR gates بدون ما يجيب NOR OR gate و NOT gate. فعشان هيك في إلها dedicated symbol هي والNAND gate. نفس المبدأ النور gate هذه هي universal gate. universal gate معناها بقدر أنا أستخدم NOR gates فقط حتى أبني أي logic function. فما في داعي أتعامل مع ثلاث أنواع من الجيتس الاند والاور والنوت، بقدر أجيب بس نور جيت وأبني أي لوجيك فانكشن، بقدر أجيب نان جيت وأبني أي لوجيك فانكشن برضو. تمام؟ فهدول رح نرجع نحكي عنهم بشابتر 3 في الجزء الأخير من شابتر 3 ونشوف كيف نسوي العملية هاي، كيف نستخدم النور والناند حتى نبني أي logic function. ما في داعي أجيب ثلاث أنواع من الجيتس. برضو من الـ operations المهمة operation اسمها exclusive OR. exclusive OR أو اختصاراً بسموها XOR. So this is a very important operation. هي أصلاً معرفة باستخدام الـ AND والـ OR والـ NOT كoperation، لكنها برضو تبنى كجيت مستقلة. تبنى كجيت مستقلة. شكل هاي الجيت هو بهذا الشكل، هو زي الأور بس في عندها الأرك هذا اللي هون. فهذه الإكسكلوسيف أور كلوجيك سيمبل، هي كماثماتيكال ريبريزنتيشن لها السيمبل هذا اللي هو الدائرة واللي جواها زائد. دائرة جواها زائد معناها إكس أور أوبريشن. طيب شو تعريفها هذه الإكس أور أوبريشن؟ هي بس في مشكلة بالسلايدز لما أفتحها على التابلت. هذه الإكس أور خليني، هم مكتوبين على السلايد بس مش مبينين هون بسبب أو لآخر. هذه الـ XOR بكل بساطة تعريفاً هي X Y bar or X bar Y. هيك شكلها الـ XOR كـ XOR على two variables. فهي ببساطة معرفة باستخدام الـ AND والـ OR والـ NOT. لكن ليش معرفة؟ ليش موجودة؟ لأنه رح نشوف لقدام كتير لما تيجي تصمم logic circuits في كتير من الشغلات اللي من الفانكشنز اللي بتصممها بتلاقي انها ببساطة عبارة عن XOR. ف
ريحوناهم من الناس اللي بيصنعوا جيتس، حكى لك انا بدي ابني لك اكس اور كجيت منفصله باستخدام الترانزستورز، فبتقدر تستخدمها از از بدل ما تضلك تبنيها بهذا الشكل. طبعا هي مكتوبه هون بس هذا بيسوي لنا مس الاينمنت مرات. طيب فهذا هي جيت جديده او اوبريشن جديده، الجرافيكال سيمبل تبعها هيك، ماثيماتيكال نوتيشن تبعها بهي الطريقه، كأوبريشن هي هاي. طيب what is the truth table of this؟ لو واحد حكى لك what is the truth table of this function، بدي اعوض ال x وال y. لو جيت عوضت x وال y رح تطلع معاي ال truth table بهذا الشكل اللي هي 0 1 1 1. وهذا بيقودني انه يعني اشرح شوي صغيره ليش اسمها exclusive or. شو يعني exclusive؟ exclusive يعني حصري. طيب شو فكرة الحصري هون؟ لو أجي أطلع متى هذا الفانكشن يساوي واحد؟ لما يكون واحد من الانبوتس 1. بس إذا كان كل الانبوتس أو أكثر من واحد من الانبوتس 1 أو none of them is 1 بتكون قيمته إيش؟ 0. عشان هيك exclusive معناها إنه only one of the inputs. طبعاً في حالة two inputs رح نرجع نغير هذا الحكي بشابتر 3، بس في حالة two inputs إذا كان واحد من الانبوتس only one، الفانكشن هذا اللي هو الـ xor بتكون قيمته one، otherwise بتكون قيمته zero. عشان هيك اسمه xor أو exclusive or. واضح الفكرة؟ Any question؟ طيب لأن operation أخرى اللي هي اسمها exclusive nor، اللي هي بكل بساطة اختصارا بسموها xnor، اللي هي فعليا الكومبلمنت تبع الxor. يعني هي عبارة عن xor وكومبلمنت، xor وكومبلمنت. فالنوتيشن اللي يستخدم هي هون موجود اللي هو بكل بساطة رياضيا هو x xnor y، x xnor y. فهذا الماثيماتيكال اوبريتور تبع الاكس نور، وباي ديفينيشن هي اكس بار واي بار اور اكس واي. وبسهوله ممكن تيجي من هون لهون انت، يعني لو تاخذ الكومبلمنت للاكسبريشن اللي فوق، باي ديفينيشن الاكس نور هي الكومبلمنت للاكس اور، لو تاخذ الكومبلمنت لهات لازم توصل لهات. واذا كانت الاكس نور هي الكومبلمنت تبع الاكس اور، فشو شكل علاقه التروث تيبل؟ هي الكومبلمنت. علاقة التروث تيبل هي الكومبلمنت. Again ليش هذا الحكي موجود؟ لأنه لما نجي نصمم functions رح تلاقي إنه في بعض الحالات بيطلع عندي إنه الأوبريشن المطلوبة هي xnor، فبدال ما أبنيها باستخدام الأند والأور والنت بجيب هالجيت الوحدة وببني وبستخدمها في بناء الفانكشن تبعي. تمام؟ فإذا المشكلة بس من التاب، يعني أو إن أورجي السلايدز على التاب عم بيطلعوا مس ألاين، لكن إذا بتروح على السلايد نفسه المفروض المفروض تكون الأمور واضحة على اللابتوب، يعني على الكمبيوتر العادي. أوكي طيب، فهذا بالنسبة للإكس أور والإكس نور. ورح نرجع برضو أجين بشابتر 3 نتطلع عليهم، راح نشوف الاكس اور لاكثر من 2 فاريبلز، راح نشوف الاكس نور لاكثر من 2 فاريبلز، ونعطي بعض الملاحظات وبعض الخصائص. لكن خليهم في بالنا هدول التو نيو اوبريشنز اللي موجودين على شكل ستاند الون جيتس، موجودين مصنعين ما ناسي الرقم بس اي ثينك 7432 كانها الاكس اور. يعني اللي بيقدر يتأكد لنا هذا رقم الاي سي او الانتجريتد سيركت اللي تحتوي على اكس اور، اي ثينك يعني نوت فور شور، دبل تشيك واحد يجيب لنا اياها بكره شو الرقم الاي سي اللي فيها اكس اور تو انبوت اكس اور. هيك بتذكر انا بس مش متأكد، يمكن هي الاور، فحدا يتأكد لنا من المعلومه بكره. شفنا الانفرتر بكل بساطة، وحكينا الانفرتر هو بأخذ one input وبيعطيني الكمبلمنت تبع هذا الانبوت. التروث تيبل تبعته بسيطة.
هلا يس 7 4 8 6 7 4 8 6 هذه الاور كذا ما حكيت انا على الاغلب 7 4 8 6 دانيا بتحكي دبل تشيك كلام دانيا انتوا بعدين تمام؟ صح صح دكتور هلا شيكت انا كمان تمام فيعني بدي أأكد على شغلة يعني في كتير ناس طلاب بفوتوا على الكورس وبيطلعوا بفكروا إنه عم نحكي إحنا شغلات نظرية هذا كله شغلات عملية يعني في نهاية المطاف كل الإشي اللي بدنا نسويه you can build in real life ممكن تبنيه بالحياة العملية بإنك تجيب هدول الـ ICs وتحط عليهم power تشغلهم وتشبكهم مع بعض زي ما صممت الفانكشن على الورق وتشتغل السيركت بالشكل الصحيح بالشكل المطلوب إذا أنت صممت بشكل صحيح السيركت تمام؟ طيب النوت جيت شفناها أو الانفرتر شفناها وبنعرف هو أبسط الأوبريشنز هلا في أوبريشن لها علاقة أو مش لها علاقة فيه نوعا ما مرتبطة فيه في أوبريشن هي اسمها البفر والبفر هو لوجيك اوبريشن الجرافيكال سيمبل تبعها هو المثلث لكن بدون النوت بدون الدويره هذه بدون الدويره طب كيف بيشتغل هذا البفر له 1 انبوت له 1 اوتبوت والعلاقه بين الانبوت والاوتبوت انهم ايش مالهم نفس بعض يشبهوا بعض نفس الفائده اذا هيك هو نفسه ايوه فإذا بتطلع على truth table إذا بدخل 0 الأوتبوت تبع البفر 0 إذا بدخل 1 الأوتبوت تبع البفر 1 فزي كأني أنا زي كأني عم بحكي بدي أجيب electronic device اللي هو هذا البفر electronic device اللي هو عبارة عن هذا البفر وأحطه في السيركت تبعتي for nothing صح ولا لا cooperation هل بيسوي شيء هل بيغير قيمة الانبوت لا ما بغير قيمة يمكن بزيد الرينج تاعه لو وين بوصل اها يعني في ناس شوي من وين جبت هذا الكلام انطون بناء على ايش معنى كلمه بفر انه انت زي عم ترجع تعطيه ترجع تزيد قوته او يعني بفر كلمه بفر يعني عاده تستخدم انه تقويه انه يقوي او يخزن او مزبوط ولا لا فشو الفكره باستخدام البفر يعني عاده غالب يعني او في هذا الكورس هذه اول مره راح نشوفه واخر مره ليش آخر مرة؟ لأنه إحنا فعلياً ما راح نبني سيركت على أرض الواقع. هذا الديفايس بحتاجه حتى يحسن لي من الخصائص الكهربائية تبعت الفاريبلز أو السيجنالز اللي عم تمشي في السيستم تبعي. بينما على الورق أنا ما بحطه غالباً. يعني لما أسوي السيستم يعني في هذا الكورس على الأقل لما نصمم السيستم إحنا بيهمنا العلاقة بين الإنبوت والأوتبوت. ما بيهمنا كتير شو عم بصير بالكهرباء تحت على مستوى الإلكترونيك. level. طيب وين الفكرة هون؟ كيف شو المطلوب؟ لو جينا طلعنا إنه في عندي variable اسمه x، في عندي variable اسمه x، وهذا variable بده ينتقل من النقطة اللي موجودة هون للنقطة اللي موجودة هون. طبعاً لما أحكي variable وبده ينتقل على أرض الواقع هذا الكلام شو معناه؟ إني راح أجيب voltage يمثل variable اللي اسمه x وأجيب سلك وأنقله على هذا السلك. مزبوط؟ حتى يوصل من البوينت A للبوينت B حتى ينتقل بالسيستم تبعي من منطقة إلى منطقة فإذا فعلياً أنا عم بحرك فولتج لكن ideally هذا الكلام straight forward يعني لو حكينا الX قيمتها مثلاً logic 1 لو كانت الX قيمتها logic 1 فأنا كيف بمثل logic 1 physically يعني على أرض الواقع بمثله بفولتج فمثلا لو جينا حكينا هذا ال1 اللي هو لوجيك 1 يكافئ 5 فولت فحكيت حطيت 5 فولت عند ال A وحكيت المفروض عند ال B اشوف ايش 5 فولت لكن كيف عم تنتقل ال5 فولت من A ل B عن طريق سلك لان نظريا هذا السلك عباره عن وسط ناقل فقط فراح يمسك ال5 فولت ياخذها من هون ويودي لي اياها ل B لكن على ارض الواقع هذا السلك مش ideal هذا السلك في له equivalent resistance في له مقاومة مزبوط يعني مهما صغر حجم هذا السلك وصغر طوله في له مقاومة في النهاية طب شو معنى في له مقاومة ايش معنى تبع الفولتج راح ينزل يعني الفولتج اذا دخل عليها 5 فولت ممكن هون تصير عندي
3 فولت، ممكن تصير 2 فولت حسب قيمة إيش المقاومة اللي تكافئ السلك، حسب مقاومة السلك. لأن ممكن يكون السلك كتير طويل لدرجة إنه إذا دخل عليه 5 فولت يطلع عندي مثلاً 1 فولت. طيب شو المشكلة هون؟ تغير اللوجيك. تغير اللوجيك. الطرف الآخر بدل ما يشوف لوجيك 1 راح يشوف لوجيك 0، لأنه أنا معرف إنه 1 فولت، إذا بتتذكروا الرسم اللي شفناها في بداية التشابتر مثلاً، معرف ال 1 فولت إنه 0، فهون في مشكلة. فكيف ممكن أحل هاي المشكلة؟ إني أنا أكون عارف خصائص هذا السلك وأجي بكل بساطة عند منطقة معينة من السلك أحط البفر هاد. فالبفر هاد حتى لو دخل عليه 3 فولت which is still مثلاً بالرينج تبع ال 1 رح يعطيني كم؟ 5 فولت. فهذا هو فعلياً اللي بيسويه البفر، بقوي أو بلاش بقوي، it restores the voltage levels، يعني بيرجع الفولتج ليفلز تبعت ال السيجنالز. ليش نحط بعد المقاومه؟ انه بعد ما تاخذ المقاومه ارجع احط قيمته. هلا ما في مقاومه، هاي المقاومه يعني تصوريه، انا حطيتها عشان اشرح الفكره. يعني ما في مقاومه، هو في سلك لكن له ايكوفالنت ريزيستنس، فممكن انا اجي بالنص هون احط مقاومه مثلا. هلا كم مره لازم احط البفر بيعتمد قديش طول السلك وقديش في تغير في الفولتج ليفلز. تمام، هلا بيكون مشبوك مع البفر زي بطاريه او شيء؟ اكيد طبعا، كل الجيتس اللي شفناهم كلهم بلا استثناء حتى يشتغلوا لازم اعطيهم باور، لازم يعني لازم اعطيهم باور. يعني للي الرقم اللي جابته دانيا 7468 كان، هذا فيها اكس اور جيت. لو تطلع على شكلها كيف اللي بسموه البن اوت، يعني كيف البنز اللي موجودين عليها، راح تلاقي في تو بنز، واحد اسمه في سي سي، واحد اسمه جراوند. شو يعني في سي سي وجراوند؟ اللي هم الموجب والسالب، انه هذول بيشبكوا على البطاريه او على الفولت على الباور سبلاي. تمام، فاي واحده من هاي او هاي او الاند جيت او الاور جيت او وات ايفر لازم يكونوا مشبوكين على، لازم يصير لهم باور اب، لازم تعطيهم كهرباء حتى يشتغلوا. دكتور يس. طب راح نستخدم البفر مع زيرو لوجيك ولا ما له معنى؟ هو انا ما بدي ادخل بالتفاصيل، لكن لو جينا طلعنا على اكزامبل ثاني، لو كان عندي A وهون B، تمام، وبدي انقل X والX قيمتها تساوي 0 فولت لانها لوجيك 0. هلا شو ممكن يصير على الايديالي؟ 0 فولت من A ل B راح يوصل 0 فولت، لكن هل يعني عاده الاكس ما بتكون ثابته، ممكن تكون صفر ممكن تكون واحد. فاذا كانت صفر هي وماشي هون ما في شيء بيمنع انه الفولت تبعها يصير 2 فولت. كيف يعني مش بس في A؟ كيف بده يصير 2 فولت؟ بصير في عندي شيء بنسميه انترفيرنس، يعني هذا السلك مش موجود معزول عن العالم الخارجي، هذا السلك موجود مع داخل سيستم كبير. فداخل سيستم كبير معناها في تداخل بالإشارات، بصير نسميه انترفيرنس، تداخل فيزيكس، شغلة فيزيكس. يعني ممكن يزيد يعني دكتور؟ يس ممكن يزيد، ممكن يزيد ممكن يقل، مظبوط. فلو حطيت بفر هون بين A و B حتى لو وصله 1 فولت رح يرجع ينزله إيش؟ لزيرو فولت، لانه بالنسبه للبفر اي شيء مثلا بين الصفر والاثنين فولت هو زيرو، فهو راح يسوي اوتبوت للمينيمم تبع الرينج وتبع الزيرو، ولما يكون الانبوت في رينج ال1 بيسوي لي اوتبوت للماكسيمم تبع رينج ال1. فعشان هيك انا حكيت كلمه ريستور، يعني البفر ات ريستورز الفولتج ليفلز وليس ليفل. ليفلز شو هي الفولتج ليفلز؟ اما لوجيك 1 او لوجيك 0. فحتى لو صار تغيير على الزيرو بشيء بسيط، ولكنه ما زالت الفاليو برينج الزيرو، انا برجعها للصفر احتياطا، لانه ممكن لو امشي كمان شوي لقدام هون تصير الفولتج لا في رينج ال1. تمام، يعني بتصير شغله تراكميه. فهذه واحده بصراحه من استخدامات البفرز، يعني هذه واحده من استخدامات البفرز، وهدول موجودين تقدر انك تلاقيهم.
هو فعليا مرات بتلاقي في ناس ما بيجيبوا البفر بيجيبوا النات وبيعكسوا كل التعريف تبع السيستم تبعهم، لكن نحكي عنها بعدين. يعني يمكن ما تلاقي هيك بفر، بس اللي بيدور عليها يجيب لنا اياها. دور على داتا شيت فور بفر، شوف لنا شو رقمها، شو في جواها، واحكي لنا عنها. تمام، فهذا البفر زي ما حكينا اخر يعني اول مره واخر مره رح نشوفه على الورق. البفر الناس بيستخدموه بس يجي يبني السيركت بحطه ك يعني زي امبليفاير، يعني برجع القيمه تبعت السيجنال. طبعا في استخدام اخر اللي هو برضه مهم، يعني لو كان انا عندي سيستم كبير بنيته انا وتكلفت عليه، فذيس از ا سيستم بنيته وتكلفت عليه ومكلف، تمام، لكن وهذا السيستم مشبوك مع سيستم اخر، بدي اشبكه مع سيستم اخر، وهذا السيستم اخر بده يعطي السيستم سيستم بي وهذا سيستم اي. سيستم بي بده يعطي سيستم اي معلومات او variables او binary data. فعادة حتى لو ما في مشكلة في الفولتج ليفلز، الناس لما يجوا يسووا interfacing، لما يشبكوا systems مع بعض بحطوا buffers بهذا الشكل. شو الهدف من البفرز بهذا الشكل غير الـ restoration of voltage levels؟ فعليا لو صار في عندي error في هذا السيستم، صار في مشكلة إلكترونية في هذا السيستم، بحيث بدل ما يعطي إنه مثلا logic 1 هو 5 فولت صار يعطي إنه هو 9 فولت، خرب إشي في السيستم، فصار السيستم يعطي قيم فولتج يعني عالية. تمام، غير الفولتج ليفلز اللي بيعطيها المفروض يعطيها واللي بيفهمها سيستم A، شو راح يصير؟ راح تلاقي انه اذا ما في هدول البفرز راح تلاقي انه سيستم A ممكن يخرب، الانبوت تبعهم ممكن يخرب، لانه كل الجيتس اللي شفناهم في لهم ماكسيمم فاليو بيقدروا يتعاملوا معها. فمثلا ممكن تكون هي ماكسيمم فاليو 5 فولت، اي شيء فوق ال 5 فولت الجيت هاي بتخرب، وهذا كلام حقيقي. فتخيل يدخل 9 فولت على هذا السيستم اللي هو جواته جيتس وبتشتغل ماكسيمم على 5 فولت، راح يخرب السيستم بشكل كامل وراح اضطر ابدل السيستم، which is very expensive. بينما لو حطيت هدول البفرز والماكسيمم تبعهم 5 فولت، مين اللي راح يخرب اذا حطيت 9 فولت؟ راح يروحوا هدول البفرز which can be easily replaced، عباره عن اي سي او 2 اي سيز بشيلهم من السيستم وبحط بدالها، أرخص بكتير مما أني أبدل السيستم هذا كامل. فمن الشغلات أو الفوائد التي يستخدم فيها البفر هو موضوع الانترفيسنج، اللي هو التشبيك سيستمز مع بعض، فحتى أضمن أنه السيستمز يعني protected. تمام، بحط بفرز، فالبفرز هون بيشتغلوا زيهم زي مين؟ زي الفيوز الكهرباء نوعا ما. فيوز الكهرباء عبارة عن سلك له مقاومة معينة، إذا زادت قيمة التيار في هاي المقاومة عن قيمة معينة بتلاقي المقاومة هاي بتنحرق فبفصل، مزبوط؟ بينحرق الفيوز وبفصل حتى يتجنب أي مشاكل تانية. فهون موضوع استخدامات البفرز هي البروتكشن، بقدر أستخدمه حتى أحمي السيستمز اللي مشبوكة مع بعض. فممكن واحد يصمم سيستم A، واحد تاني يصمم سيستم B، لما أجي أشبكهم مع بعض يفضل أني أستخدم بفرز حتى أسوي بروتكشن، لأنه هذا السيستم ممكن شاري أنا، ممكن تصميمه صعب، فإذا خرب ممكن أضطر أني أغيره which could be very expensive. تمام، فالبفرز شغلتين restore voltage levels، والشغلة الثانية موضوع الانترفيسنج لأغراض البروتكشن بين السيستمز. تمام؟ Any question؟ طيب احنا هيك بنكون خلصنا chapter 2، غطينا فيه الباينري لوجيك، بوليان الجبرا، canonical forms، standard forms، non-standard forms، والother types of gates. شوفنا الناند، النور، XOR، XNOR والبفر. رح نرجع نحكي عن هدول الجيتس مرة تانية، اللي بهمنا الآن في المرحلة الحالية اللي حكينا. فأنا إن شاء الله بكرة
راح نبلش ب chapter 3. chapter 3 very important. chapter 3 بيستفيد من chapter 2 حتى يمكنني اسوي simplification للlogic functions بالاشكال الستاندرد اللي شفناها بطريقه بسيطه وسهله. فهذا هو المين ثيم تبع chapter 3. طيب two announcements. homework number 2 already online من امبارح, بعثت لكم مسج تسليمه يوم الخميس. هلا ليش تسليمه يوم الخميس مش الجمعة؟ حتى أقدر أحط لك الحل تبعه قبل الكويز الثاني. قبل الكويز الثاني اللي هو الكويز الثاني, كويز نمبر 2 راح يكون يوم السبت زي ما سوينا امبارح ساتردي اللي هو بيكون 4/7 على الوحدة, نفس الترتيب اللي سويناه. تمام؟ ف تسليم الهومورك معلش يمكن يكون شوي مضغوط, لكن يعني بس بهدف اني احط لك الحل تبع الهومورك حتى تقدر تستفيد منه للكويز الثاني, والكويز الثاني بيكون ب chapter 2 يعني الاشياء اللي شفناها. تمام؟